لو انا خدت كورونا اقدر اخد كورونا تاني بعد قد ايه؟ وانا بسأل عن حالتي بصراحة، يعني الواحد لو اصيب بكورونا دلوقتي واحد ياخد التطعيم امتى، او عايز ياخد جرعة اخرى وممكن يصاب بعد قد ايه؟ يعمل انتي بوديز قد ايه يعني؟ هنتكلم عن اصابتين، اصابة بسيطة اللي هي الاصابة التنفسية للجهاز التنفسي العلوي اللي هي الرشح والزكام والاحتقان البسيط وثبت انها كورونا. الإصابة البسيطة باخد اللقاح بعد شهر من الإصابة البسيطة. طب الإصابة الشديدة اللي هي الإصابة الرئوية اللي ثبت إنها كورونا بالمسحة أو بالأشعة أو إصابة تنفسية جديدة، دي بينتظر 3 أشهر بعد التعافي وبياخد اللقاح. الإصابة البسيطة بتعطي مناعة ضعيفة لأنها تصيب الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي العلوي، فبالتالي بتكون مضاعفاتها أقل أو الأجسام المضادة الناتجة عنها أقل، والشخص ممكن ياخد اللقاح بعد شهر. الإصابة الشديدة الرئوية التنفسية بعد 3 أشهر الشخص 3 أشهر. طب وساعتها هل أنا عندي أنتي بوديز فيخليني برضو ما أقدرش ألقط، يعني يجيلي كورونا تاني؟ ده يحصنني نسبيا، الناس اللي خدت كورونا يحصنها، ولا ممكن بعد أسبوع يجيله كورونا تاني؟ الإصابة البسيطة لا تعطي مناعة طويلة، تعطي مناعة ضعيفة. الإصابة الشديدة تعطي مناعة أطول، ومع أوميكرون الإصابة بتكون في الأغشية المخاطية، قد تكون نسبة المناعة التي تعطيها فيروس أوميكرون أقل لأنه إصابته بتبقى بسيطة، وبالتالي الأجسام المضادة الناتجة عنه قد تكون أقل من الإصابة الشديدة. فبالتالي بقول للناس ما تنخدعش، ممكن تصاب بنسخة أخرى أو تصاب بعد شهر من الإصابة البسيطة. فبالتالي اللقاحات مهمة جدا، أول ما نحس بالتعافي خلال شهر من الإصابة نقبل على اللقاح، لأن ده اللي هيدينا الحماية أيا كان نوع المتحور اللي جالي. هيجيلي إصابة بسيطة بدون مضاعفات لأن بيكون أجسام مضادة، أما الإصابة البسيطة فلا تكون مناعة كاملة ولا تعطي مناعة طويلة الأمد. وإذا كنت خدت الجرعة التعزيزية أخد بقى جرعة رابعة ولا أعمل إيه؟ لا، إحنا الجرعة التعزيزية بعد 6 أشهر، وكذلك الجرعة الرابعة لو هيتم إقرارها، لسه طبعا لم تقر هي عالميا في بعض الدول، برضه بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثالثة. دلوقتي خالص الأطفال بقى، وإحنا بندعو كل الأهالي إن فوق 12 سنة لازم تطعموا الأطفال أيضا، لكن الأطفال كلهم ابتدوا كل الأعمار بتصاب، الصغيرين واللي أكبر، بتقول لهم إيه يا دكتور؟ بقول لهم إن مش الدولة، العالم كله، منظمة الصحة العالمية، كل المنظمات والهيئات أقرت لقاح فايزر إن هو يتاخد فوق 12 سنة، وبعض الدول نزل بالسن ال5 سنين، لقاح آمن جدا، لقاح فعال. أطفالنا مش في مأمن من الإصابة، إصابتهم بتكون أقل حدة وأقل خطورة، ولكن نجد طفل مريض سكر، نجد طفل ضعيف مناعيا، نجد طفل مريض قلب، ودول قد يكون واقع الإصابة عليهم خطير، فبالتالي وجب التطعيم. كذلك الأطفال قد يكونوا نواقل للعدوى لذويهم، وبالتالي وجب التطعيم لحمايتهم وحماية الآخرين من خطر نقل العدوى. والدولة اختارت اللقاحات الأكثر أمانا اللي هي تم تجربتها عالميا وثبت مأمونيتها وفعاليتها على الأطفال، وليس لها أثار جانبية. فبالتالي بدعو الأسر كلهم لتطعيم الأطفال، ليس له أي ضرر، بل بالعكس يعطي حماية لأطفالنا ويعطي حماية للمحيطين بأطفالنا من خطر نقل العدوى. شكرا دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة. إذا عندنا شهر كامل من التصاعد، الذروة ممكن تبقى طبقا للدكتور حداد في نص فبراير، لكن الشهر كله من الكورونا. انظر حولك، فعلا الكورونا في كل مكان، كل يعني ناس كتيرة جدا بوزيتيف. اوعى تنخدع، وبقول ده لنفسي، اوعى ما ننخدعش ان احنا جالنا كورونا فعندنا انتي بوديز. احنا ما نعرفش نوع الانتي بوديز دي قد ايه، هل فعلا بتعمل مناعة كتيرة ولا ايه؟ ففي النهاية ممكن عادي جدا يجيلنا كورونا خلال شهر او اقل من الشهر، فما لا ننخدع من قصة ان انا جالي كورونا فمش هيجيلي، لا، يعني عادي جدا ممكن يجيلنا مرة اخرى. اللقاح 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 بالذات للاطفال فوق، طبعا لم يقر في مصر اقل من 12 سنة، لكن العالم كله ابتدى يتكلم من 5 سنين ابتدى يلقح، يمكن لسه احنا لسه هنقر ده بعد كده، لكن 12 سنة فيما فوق. ارجوكوا طعموا ولادكوا، ارجوكوا احموا انفسكم، مش عشان جالكم كورونا فمش هتطعموا، بعد شهر او 3 أشهر طبقا لكلام الاطباء ناخد التطعيم. ارجوكم خدوا التطعيم، عايزين نحمي انفسنا ونحمي المجتمع قدر المستطاع، لان الموضوع بقى منتشر كالنار في الهشيم.